غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. عنوان الحلقة لهذا اليوم أحبتي في الله، وأنا محدثكم أمجد قرشة ومعكم على الهواء عبر MTV اليوتيوبية العربية الكندية من محاب مسجد الدار فاونديشن في أوكفيل شرق كندا في أونتاريو. موضوعنا هو زوجي الغالي. زوجي الغالي الذي أريده في حلقة اليوم لأولئك الذين اعتادوا على نمط الحلقات التي أقوم بها. برنامجنا هو لايف مع الدكتور أمجد. الهدف هو محاولة إيصال رسائل اجتماعية أسرية أخلاقية سلوكية قدر الاستطاعة إيجابية بما نستطيع. كما قلنا وجهنا رسالة إلى الأم ورسالة إلى الأب ورسالة إلى الصديق، اليوم رسالتنا من الزوجات إلى الأزواج، عنوانها زوجي الغالي. المضمون الذي أريد التركيز عنه هو الرجاء الرجاء الرجاء. الاتصالات تكون في موضوع الحلقة، هو ما الذي تريده الزوجات من الأزواج غير الاحتياجات الطبيعية الأساسية، موضوع الإنفاق وموضوع الرعاية المادية خلينا نسميه. في أشياء طبعا أذكركم، من أحب الاتصال والتواصل وخاصة من داخل كندا، التليفون موجود على الشاشة على الهواء. الاتصال طبعا الرجاء الاتصالات هذه تكون الاتصالات اتصال تليفون عادي وليس الاتصالات الواتساب. الله يكرمكم بارك فيكم، من أحب أن يتواصل معنا. موضوعنا زوجي الغالي، أو نبهني المخرج أنه هذا الاتصال من أراد أن يتصل فيه من داخل كندا اتصال عادي، خارج كندا بإمكانك ترن على الواتساب الآن نعدل إياها. موضوع زوجي الغالي ما هو؟ الزوجة المرأة الأنثى لها طبائع، لها أولويات ولها حاجات تغيب عن كثير من الرجال. اللي بقولكم إياه بحكم أني أنا بعطي عدة دورات، أنا يعني بدرس مقارنة أديان وبعطي دورات مختصة في باللغتين العربية والإنجليزية في موضوع الحماية من الفكر الإلحادي، وأيضا من ضمن اهتماماتي القديمة جدا اللي بشتغل في موضوع الاستشارات الأسرية والمشاكل بين الزوجين وبين الآباء والأبناء، وبعطي دورات متخصصة في هذا الموضوع بعنوان ألف من الألف، مثلا كيف تؤسس حياة سعيدة، أو كيف تنشئ أسرة، أو اختيار شريك الحياة من الألف إلى الياء. من أكثر الإشكاليات اللي بتعرض لها أثناء نقاشي وحواري مع الأزواج اللي بيجي يشتكوا، وأثناء التدريس ومن قراءاتي واطلاعي واستماعي لغيري من المدربين اللي بيعانوا من هذا الموضوع، واحدة من النقاط البارزة جدا 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 اللي هو طبيعة الرجل وطبيعة المرأة تخفى عن الآخر. يعني غالب الرجال يدخلون الحياة الزوجية وليس عندهم فكرة، لا دارسين ولا ماخدين دورات ولا شايفين فيديوهات ولا قارئين مختصين ولا سامعين بإشي إيش يعني طبيعة امرأة، مش طبيعة الإنسان اللي أمامك خصوصياتها، لا لا لا. في بشكل عام الأنثى لها خصائص والذكر له خصائص، غير عن أنماط الشخصيات. موضوع ثاني أنماط الشخصيات، إنه أنا شخصيتي تعبيرية، في امرأة تعبيرية ورجل تعبيري، أنا شخصيتي متفردة وقد أصنف دكتاتوري أو متسلط، في امرأة دكتاتورية متسلطة وفي رجل دكتاتوري متسلط، هاي أنماط شخصيات، ليس عن هذا أتحدث. أنا أقول لك فلانة شخصيتها نمطها تحليلية وهو تحليلي، فبيحكي كثير بالتفاصيل، بتحكي كثير بالتفاصيل، هذا طلعوا لي برا المعادلة، ليس عن هذا أتحدث. أنا أتحدث عن طبيعة رجل طبيعة مرأة، طبيعة ذكر طبيعة أنثى. يعني المثال قبل ما نأخذ الاتصال الأول مشان ما أنسى، بس المثال على سبيل المثال، الرجال يهتمون بطبعهم كذكور بالشكل والمنظر أكثر، فكثير بهم الرجل، كثير أولوية عظمى عنده أن يرى من زوجته ماذا تلبس وإيش بتحط ميك اب وكيف تتعطر، بالنسبة إله بيطلع وبينزل كثير كثير. ومش بنفس الشيء المرأة أهتمية الرجل شو مشط شعره وشو يعمل، لا، المرأة أهميتها إيش تسمع منه على سبيل المثال. طيب نأخذ أول اتصال وأتم معكم الإشكالية، وموضوعنا هو زوجي الغالي، رسالة من الزوجات الأزواج. مع الاتصال الأول، السلام عليكم، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أمجد أخبارك؟ يا حياكم الله. قال لي المخرج معي الأخ سامر، صح؟ سامر جسري، أنا من المستمعين الدائمين، أنا وأهلي وعائلتي دائما قبل الإفطار. أول شيء أعيد وأشكركم مع عائلة الـ MTV
شكرا جزيلا على البرامج الجميلة التي تقدمها. الله يجزيك الخير جميعا يعني. الله يجزيك الخير، أهلا وسهلا فيك، شرفنا والله أخ سامر، الله يسعدك يا رب. أنا اليوم يعني ما يعني اليوم مش داخل الحقيقة إنه الزوجة تعمل يعني شكر لزوجها، أنا بدي أقدم شكر لزوجتي ولكل الأمهات، ليس بس بمناسبة عيد الأم الأجنبي بس بعيد الأم الإسلامي العالمي اللي هو كل يوم. جميل. بدي أقدم يعني تحياتي لكل الأمهات في كل الدول العالم وأقول جزاكم الله كل خير عنا، وإن شاء الله رب العالمين الرجال كلاتهم يكونوا عند حسن ظنكم وعند حسن ظن سيدنا هاي قوية صلى الله عليه وسلم. هاي قوية إن شاء الله يكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله كل خير دكتور. أنت تحدثت باسم الرجال، جزاك الله خيرا. شكرا. الله يسعدك يا أخ سامر، شكرا شكرا لك. أخونا سامر هنا من كندا من ميسيساغا كما قال لي المخرج، جزاك الله خير، ووجه رسالة لكل الأمهات كل الزوجات. طيب أنا عم برجع أوضح النقطة اللي كنت عم بحكي فيها يا أخوة يا أخوات، موضوعنا هو زوجي الغالي، أنا أريد النساء نفسهم يبعثوا رسائل ينبهوا الرجال، عنصر الذكورة والرجال، نحن معاشر النساء إيش أولوياتنا، إمتى إحنا بنكون مبسوطين أكثر؟ هذا عبارة عن هي محاولة للتنبيه، لأن أنا من خلال اطلاعاتي يعني عندي أنا ممكن أفتح أظني أحكي من هنا لصلاة الفجر على الموضوع، لكن أنا أريد الرسائل توصل على لسانكو. يعني أعطيكم مثال، الآن كنت عم بحكي مثال الرجل كتير بيهتم بموضوع الشكل، يعني كيف يرى امرأته ماذا تلبس بتطلع بنزل عنده كثير كثير بتفرق، وبيعمل صدود وبيعمل قرب. موضوع الزينة بالشكل للمرأة بالنسبة للرجل قيمة عليا، بينما المرأة ماذا تسمع من زوجها من عبارات الطمأنة والحب أهم بكثير مما ترى من شكله، حتى لو شعراته مكنفشين وحالته حالة ومش حاطط عطر ومش مطلوب منه أكيد يحط ميك أب لأن ميك أب مش إله، بس كلمة منه بتنزلها وبتطلعها أثر على المرأة بالسماع أعلى بكثير من السماع على الرجل. يعني الرجل إذا رجع للبيت ومرأته مش متزينة وحكت له كلمة حلوة ما بتفرق معها، ما بتأثر عليه، لا بدي يشوفها بشكل مثلا على سبيل المثال. طيب معنا اتصال آخر من برلينغتون، السلام عليكم، من معنا؟ أيوة مرحبا، السلام عليكم، كيفك دكتور؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، من معي؟ إحنا جيرانكم برضو. جيراننا بكندا يعني؟ سناء أهلا أخت سناء، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. أنت معنتنا برمضان يا دكتور. الله يجزيكم الخير، تقبل الله طاعات، كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني يا بخت المسجد جاره. الله يجزيكم خير، جيران المسجد، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب أخت سناء، ماذا تحب الزوجة من زوجها؟ أو يعني هي رسالة، طبعا بعرفش تسمعتي من أول حلقة إنه طيب تفضلي تحدثي باسم بعض النساء، الزوجة ماذا تريد من زوجها بالدرجة الأولى مما لا ينتبه إليه الرجال عادة؟ يلا يعطيك العافية، الموضوع كثير حلو يعني، ويعني صراحة بحرك كثير فينا إحنا النسوان، إن بدوفنا بدنا نحكي وبدنا نتكلم. يعني أول شيء بدي أقول لجوزي يعني إني أنا ممنونة لإله كثير كثير، وحقيقة يعني شهادة انه كل الرجال صبورين، فيهم حته الصبر، بتحملوا نسوانهم وهيك، ويعني اخذني انا بنت صغيره وتحملني زي ما تقول عجني وشكلني يعني بطريقه حلوه وباسلوب كثير رايق لغايه ما وصلني لدرجه اني باكن له كل احترام وممنونه له على كل شيء. جميل، انت تقرين بان الرجال صبورين؟ والله انا اشهد بالله. طيب الحمد لله. الرجال يعني بنسبه 100% فيهم حتة الصبر، وبعجبني كمان في طبعهم، حتى أنا بحاول أتشبه بهاي الصفة. بس يعني أنت طبعاً أنت مش بس صبورين، كمان بيخبوا إنهم صبورين. طيب سؤال، يعني ما صبورين يعني تقصدي إنه ما بيقولوا إنهم صبورين، بس هم حقيقي فيهم يعني بتحملوا الإشي اللي ما حدا بيتحمله، وما بيمنوا، ما بيوروا للناس إنهم صبورين، بياخذوا الإشي هذا كأنه اتكيت، إنه هذا حاجة مطلوبة منهم وانه حاجة عادية بتحملوا يعني جدا. طيب. يعني كل الرجال يعني من جوزي على اخواتي على ابويا على كل الرجال اللي انا عشرتهم في حياتي بلاقيكم. طيب جميل. فيكم صفة مشتركة، صفة الصبر. طيب الله يجزيك الخير، يعني انت جبتي بس بدي احكي على شغلة ايش الست بدها من الرجال. ايوه بشكل نقطة محددة.
نعم. يعني هو دائما الرجال بيطلعوا علينا انه احنا من عالم ثاني وانه احنا في اشياء كثير مختلفه عنهم، بس حقيقي لو الواحد هيك يعني يكون يعني رايق وهيك بتلاقي لا احنا وياكم في عنا اشياء مشتركه كثير. يعني انت مثلا تفضلت حكيت انه الرجال بيحب دائما المظهر، بلفت نظره المظهر، احنا عنا الشغله هاي بنسبه كبيره. احنا كلنا هيك النسوان لما بنبقى قاعدين مع بعض بيبقى بلفت نظرنا الرجال برضو اللي مهتم بنفسه، هذه الصفه موجوده فينا النسوان بنسبه كبيره. في اشياء مشتركه يعني قصدي اقول لك موجوده عندنا موجوده عندنا. طيب اخت سناء انا معلش بس توضيح توضيح زي تسمع مني معلش اللي بتدعمه تسمع مني معلش مرته تضل تدعمه تضل تشجعه إيه ما تشيلهش الهم. الرجال بيحب الصفه هاي في مرته، ما تشيله الهم، تضلها تضحك بشوشه تدعمه تشجعه ترفعه كده تدفوا لقدام. طيب انت ما شاء الله دخلت اليوم انت دخلت اليوم على فكره بشكل عام النسوان مش مبسوطين منك على فكره، لانك انت دخلتي حكيت عن الصفات الايجابيه عند الرجال وماذا يريد الرجل من المراه. انت لازم تدخلي معي بالحلقه الثانيه. الحلقه الثانيه الله يجزيك الخير. طيب الاخت الفاضله سناء الله يجزيها الخير، هي قامت يعني بواجب، بعرفش عادل النسوان متفقين معها ولا لا، لكن هي ذكرت من الصفات الإيجابية عند الرجال وغالبا ماذا يريد الرجل من المرأة. طبعا وهذا شيء الله يجزيها الخير عليه، لكن أنا بفضل هذا نحكيه بالحلقة الأخرى اللي هي راح تكون زوجتي الغالية، إنه ماذا يريد الرجال من النساء. أنا بردي منكم إذا تكرمتوا علي تقولوا لي أنا 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 هدف عم بفتح الهوى ليدخلوا الأخوات يعبروا إنه أنا كامرأة غالبا الرجل لا ينتبه لكذا كذا كذا في كامرأة، الرجاء انتبهوا. هذا هو أغلب ما أريده. طب بدي أقرأ من صفحة الفيسبوك، طبعا إن شاء الله بده يكون إنه عملنا رابط إن شاء الله يكون ربطوه على صفحتي للحلقة. طبعا أم أحمد عندي على الصفحة بتقول ليس هناك حل للرجال أبدا إلا ما رحم الله. لا يا أم أحمد يعني إن شاء الله فيهم خير. طيب ما ناخذ كمان اتصال. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم، من معي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أم أحمد معك. حياكم الله أخت أم أحمد، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل يا أم أحمد. كرسالة توجه بشكل عام للرجال بما أنه منبر لسيدات يتكلموا اليوم. نعم. في شغلة هيك من تجربتنا في البلد في كندا نلفت نظر الرجال إلى أنه ينتبهوا أنه بطلوا في الميدل إيست، وبناء عليه بتغير كتير شغلات ولازم تغير فكرته ونظرته وتعامله، لأنه أوتوماتيك الست كمان حتتغير في البلد الجديدة في الانفايرومنت الجديدة. جميل. اللي إلها متطلبات مختلفة وتوقعات مختلفة وعليها مسؤوليات تانية، فالصورة التقليدية النمطية اللي دائما معتادين عليها لست البيت اللي قاعدة في الميدل إيست is not valid anymore في البلد هاي. فهي رسالة بصير طبعاً مثال معلش أنا ترى فاهم عليك تماما لأن أنا عايش هون وفاهم، بس أنا بدي المشاهدين من لسانك تعطينا مثال إذا ما في مانع. يعني مثلا بالبلد هاي انه ما في ست بدها تيجي بدها تقعد، ما بدها مثلا اللي ما تعلمت تكمل تعليمها، اللي ما بتشتغل تشتغل تطلع تروح تاخذ دورات وتطور نفسها وتفكر اكثر على شخصيتها وعلى يعني بتصير بتفكر اكثر بنفسها وبيصير لها اولويات مختلفه. لكن انه يتوقع والله لازم هي مثلا يعني بس بتعرف بيتها وبتعرف أولادها واللي أنا بحكيه هو القانون المنزل أو الدستور أو يعني أنا ما بدي أصعبها وأحكي إنه في الميدل إيست هيك، بس عموماً الصورة النمطية مش موجودة هون أنيمور. وما بيقدر الزوج يطلب منها مثلاً كل الأشياء والالتزامات والتوقعات المطلوبة في الميدل إيست ويجي هون ويطبقها، لأنه هي هون يمكن بتتعب أكثر منه على فكرة، المسؤولية بتبقى على كتفها أكثر منه. نعم، موضوع توصيل الأطفال مثلاً على المدارس وترجعهم، وهنا على سبيل المثال موضوع يعني هذه شغلات بسيطة إنها تروح الصبح وترجع وتجيب أغراض البيت، هي بتشتغل بتلاقيها مثلها مثله ويمكن بتطالع أكثر منه كمان، وهي بتهتم بأمور كتير تانية. يعني أتوقع يعني لازم يعني to keep in mind إنه في اختلافات. جميل جميل.
يعني يكون open minded ويتحمل أكثر ويكون يعني متفهم إنه خلص هي بيئة تانية تغيير، ولازم إحنا يعني إنه نتغير مع التغيير، يعني نغير من أنفسنا لحتى إنه العلاقة تكمل. لأنه بنسمع كتير قصص أزواج أجوا من الميدل إيست ومباشرة بعد فترة سنة سنتين بنسمع بحالات انفصال ومشاكل وطلاق وبالكثرة يعني. صح، هذا صحيح. جميل، الله يجزيك خير. أشكرك كثير أم أحمد، الله يكرمك. وأنا برد بلخص كلام الأخت الفاضلة، طبعا إحنا لما ندخل بالتفاصيل ما بننتهي، طبعا كل مجتمع له خصوصياته. الأخت هنا عم تحكي عن قضية منهجية، ترى هي ما ذكرت حالة خاصة وإنما قضية عامة. حلو، أنا هدف من الحلقة الزوجات يعبروا، هنا نقطة، بغض النظر كم نتفق كم نختلف موضوع ثاني، الزوجات يعبروا، خلي الأزواج يسمعوا. الأخت أم أحمد ترى عم تحكي باسم آلاف النساء اللي بيجوا من مناطقنا العربية بشكل عام، منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط. في نمط في التفكير، الدور الزوجة في نمطنا هناك إلها دور، تطبخ، تكون قاعدة في البيت، تربي وتز إكسل عن دنيا وعالم. هلأ ونس إجت هنا، أسلوب عمله وطبيعة البيئة، التنين لازم يشتغلوا، فالتنين بنضغطوا، طريقة التوصيل للمدارس، أسلوب العلاقة بالآخر، نمط العلاقات بالناس، وكل في تغيير غصب عنك بيصير. هذا التغيير فرق من ضمن التغييرات إنه فرص المرأة بإنها تتحرك وتشوف حياتها أعلى. يعني في بلادنا للأسف فرص للنساء كتير قليلة، موضوع الدورات المجانية، مهارات، شهادات، دراسة إلى آخره، هنا سهل جدا جدا جدا، والحياة إلى حد ما أسهل، فبالتالي بيصير في أمامها فرصة لإنجاز التعبير، تحقق جزء من ذاتها، وهذا حقها طبعا بالاتفاق والترتيب بدون الأثر على الأولاد. اللي متعود بصورة نمطية على هناك إنه المرأة بس للبيت ممنوع تطلع، هي المرأة أولويتها البيت وتربيتها، إنه ما يتأثروا لها. لكن إذا قايمة بدورها بالاتفاق مع زوجها، الإسلام ما بمنعها تطلع وتتربى، بالعكس أحسن، يكون عندها دورات ويكون عندها راتبها دنيا على بكرة، أولادها لما يكبروا، لما كل هذا يتزوج زي ما حكينا في حلقة ثانية، الأولاد بيطيروا زي العصافير، والزوج بيكبر في العمر وهي بتقول طب هي طب أوكي، طب أنا ما معي ولا إشي إلا كنت أربي أولادي، ما معي شهادة، ما معي دراسة، طب فتحين لي مجال أدرس، فتحين لي مجال أروح آجي أعمل، بالاتفاق والتنسيق. فالنمط اللي ما بتقبل من حيث المبدأ هذا الموضوع، ما قالوا قال له العائلة راح تتفكك، لأنه راح يصير في إكلاش عالي جدا بين الزوج والزوجة، والحياة راح تروحتها. فهي الأخت عم بتنبه، الرجاء أخذتوا قرار تيجوا مع زوجاتكم وأولادكم تقعدوا هنا، اعرفوا إنه الحياة في إلها متطلبات، والأنماط لازم تتفك، تراعي هاي التغييرات وتأخذها بعين الاعتبار فيما له علاقة بتحقيق المرأة لذاتها. أرجو أني أكون فهمت صح وعدت التعبير عنه، أن هذه الحلقة للنساء. الأخ مصطفى توما، شكرا لك، الله يجزيك خير. الأخت رشا بركات على صفحتي بتقول لي، عم تجاوب على سؤالي، الاحترام والخصوصية بين الزوجين وعدم إفشاء الأسرار. انتبهوا يا إخوة إيش النسوان عم بيقولوا، لا تفشي أسرارك مع زوجتك. طبعا الإشكالية إنه هذه القضية هي نفسها بيشكي منها الأزواج من الزوجات، إذن هي قضية إيش مشتركة. في معنا كمان اتصال. طيب معنا اتصال جديد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ أسماء من القدس. حياكم الله، أهلا وسهلا، ما شاء الله نشيطة، أنت تتابعينا دائما يبدو. حياكم الله أخت أسماء، تفضلي، بس يا ريت ترفعي صوتك قد ما تقدر إذا سمحتي. إن شاء الله أريد أن أعرض فكرة الجانب المادي للزوجة، خصوصاً الزوجة اللي ما بتعمل ولا بتشتغل. نعم. من حقها لقسم، يعني زوجها يخصص لها بمبلغ مال معين لها حرية التصرف به. أيوة، هاي شكوى. لا يعني الحمد لله، أنا يعني الحمد لله ما بعاني منها، لكن سمعتها من أكثر من زوجة إنها تريد مبلغ خاص لها حرة التصرف فيه بأي يعني مبلغ بالشهر مثلا، تتصرف فيه كما تشاء يعني. جميل جميل. الأخت هنا صوتها راح، أخت أسماء سمعيتي؟ نعم نعم. آسف صوتك انقطع شوي. إذن تريد مبلغ لها حرية التصرف، ما يكون جزء من مصروف البيت، المعاناة الدائمة هاي. لا 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 نعم، سمعت أكثر من زوجة تريد مبلغ مادي معين لو كان صغير يعني تشتغل بدها إياه أو تتصرف مثل ما تريد يعني. جميل جميل. أعتقد أنه من حقها على زوجها يخصصها بهذا المبلغ. جميل، خصوصا إذا ما كانت بتشتغل يعني، أو ما كان في فلوس مثلا معينة بتحصل عليها.
جميل جميل، الله يجزيك الخير، اشكرك جدا على هاي الملحوظه. صلى الله عليه اجرك ويبارك فيك. يا اخوي يا اخوات، انا بدي اعيد كلام الاخت اسماء الله يكرمها. نقطه كثير مهمه جدا، الاخت غير العامله اللي ما لها راتب، وكثير من نسائنا غير عاملات، بقول لك هل طبعا هاي اشكاليه وصلتني كثير بالحل الخلافات الزوجيه كثير كثير. بقول لك تيجي للزوج تقول لك يا اخي انا بعطيها المصروف، بقول لها تصرفي زي ما بدك. لا، اعطيتها ايش؟ اعطيتها مصروف البيت يشمل اقساط الاولاد ويشمل الاكل والشرب والاشياء الزاكيه والالعاب تبعونهم والمفاجات والهدايا ومش عارف مين وحفلات عيد الميلاد وكذا كلها. طب بروح اتصرف. هلا هي بتضلها تشعر، خاصه شوفوا، تقول لك اخي انا عندي كرامتي، انا ما بسمح لنفسي اقعد كذا. خلص شو بده يفهم؟ انا في لي شاني الخاص، بدي اشتري اغراض، اقول لك بدي اشتري، بدي اتصدق فيهم، بدي اعطيهم الشحادين بالشارع، حره. لازم هاي رسالة للأزواج، وأنا أؤيد الزوجات في هذا. الأزواج لازم يعرفوا إنه لازم يعرفوا، خاصة وهي رسالة لمين؟ للأزواج اللي الأمور المالية بإيدهم فقط وزوجاتهم ما بيشتغلوا، ولسبب ما متفقين إنه كل واحد فلوسه إله، يعني لسبب ما هو نمطه. وكثير من الأزواج إنه أنا في هاي فلوسي أنا اللي بجيبها مش لفلوسنا. في ناس ما بيحبوا فكرة فلوسي وفلوسك، إحنا مع بعض مخزنة واحدة. اللي بفكر بنمط أنا اللي بجيب الفلوس وأنا مسؤول which is the case وأنت لازم تتحمل مسؤولية، اللي عنده هاي العقلية رسالة من الزوجات، الرجاء انتبهوا إلى ما يلي يا إخوة. لازم يكون إلها مصروفها الشخصي اللي تقول هذا الرقم إليك بغض النظر قليل كثير، وتسألها عنه ولا تتدخل فيه. أول وديتي طبعا لمين صرفتي لمين أعطيتي، ما لك دخل، ما لك دخل فعلا. هو شرعا بحكي لك حقها، هذا إلها حرية تتصرف فيه. يا أخي بدها تتصدق صدقة سر، ما تحكي لك ليش، فندير بالنا ليش. ما بدها تحس، لأنه أنا جاتني شكاوى فعلا من زوجات كثيرات جدا على فكرة. يا أخي ما بدي أحس كأني أنا عم باخذ مصروف البيت، كأني أنا عم بعتدي على المصروف البيت، هذا حقي أنا، ما بدي أشعر. بعدين مش مطلوب مني أظلني آخر كل شهر، هذه رسالة للأزواج، انه اضل اتلكلك لبين ما تنتبه اني انا بدك تعطيني مصروفي. يا اخي خلص، زي ما بتنقرص وبتنتبه اقساط الاولاد، اقساط السياره، اقساط الكذا، حقي انا كمان. هذا للي هو اياها بالتفقيم من البدايه، انه فيش إشي عفوا يستثنى من كلامي اللي من البدايه اسسوا حياتهم فلوسي فلوسك فلوسك فلوسي، وحقيقه هيك عايشين، هذا برا المعادله. مع بعض اجا بحط كل فلوسه بإيدها، إجتها بتحط فلوسه بإيده، هذول نمط من الناس قد يكونوا 10% المجتمع، ماشي؟ في نمط ثاني، هي بتشتغل هو بيشتغل ومتفقين، فلوسي أنا بدفع إيجار البيت بتدفع كل شيء ثاني وما تتدخل في الباقي، اتفقوا. لكن الفئة الأغلبية اللي هي جالسة في البيت وهو بصرف، وبيقولها اتصرفي إذا احتجتي شيء اعمل، لا، لازم تخصها بمبلغ إلها، ما تشعر بتأنيب الضمير إنها اعتدت على أكل الأولاد لما بدها تشتري نفسها جلباب مثلا على سبيل المثال. ضروري جدا انه ننتبه لهذا الموضوع. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام دكتور، حياكم الله، اهلا وسهلا. من معنا؟ معك دارين. اهلا وسهلا دارين من برامتون. انا كثير شدني الموضوع وحبيت احكي فيه، يعني تقريبا من هاي المواضيع المهمه انا بشوفها هون هلا بكندا، لانه انا اجيت قبل 6 سنين تقريبا هون، واحنا طبعا اكيد كل عقليه الرجال بيجي من الدول العربيه عندهم قانون القمع، فهون لازم يتعودوا على قانون الاقناع مش القمع، فهون بتختلف. ابيه قويه هاي، دقيش واحد نلخصها. انت برايك غالبيه الرجال ولا نسبه منهم ياتوا بعقليه نسبة. أكيد نسبة من جميل. الكل، ولكن هو هون بيجي برضو على الرجال إذا كان هو قابل للتغيير، مثلاً إنه يغير شوي من أفكاره بالذات في هاي البلد. فإحنا صعب شوي هون يعني هاي الأمور نتحكم فيها، بالذات إذا كان الرجل شوي شرقي عنيد في أفكار براسه ما بقدر يغيرها، هذا الإشي جدا صعب هون. أنا بصراحة قبل 6 سنين كتير اتغلبت، لأني كنت جاي من بلد شوي فيها رفاهية، فلما إجيت هون يعني واكتشفت أني أنا اللي حعبي البنزين بإيدي، أنا اللي حوصل كل البنات على المدرسة، أنا اللي حعمل كل إشي، فهذا كان كتير صعب بصراحة، وكان بالنسبة لي تحدي يعني مش سهل، ولكن الحمد لله يمكن شوي زوجي أفكاره كمان هون شوي تغيرت، بالذات إنه إجا وشاف المعاناة اللي إحنا بنعانيها هون. يعني على فكرة الست بتعاني هون أكثر من الرجال عن جد، يعني الرجال يمكن شوي بيعاني
بيعاني بانه يجيب المصروف ويتحمل المصاريف في البيت، ولكن صدقا صدقا البنت هون الرجل المراه هون عن 100 رجال لما تتحمل طيب المسؤوليه. تعطينا وصف تفصيلي معلش لانواع المعاناه اذا سمحتي، بدي الناس تفهم لانه في احنا عم بسمعونا ناس من عشرات الدول في العالم الان، لما تحكي المعاناه اعطيني صور من صور المعاناه اذا تكرمتي. معاناه الغربه بحد ذاتها هاي معاناه، انك تبعد عن كل اهلك واحبابك وقرايبك، وحتى لما بدك تحكي معهم فرق التوقيت هذا لحاله انا بالنسبه لي معاناه بصراحه، يعني بعتبرها معاناه. هذا اول والله معاناة هذه انا اشهد عليها، انا اشهد عليها. انا اذا مر علي ساعتين معينه ما حكيت فيهم مع امي او مع زوجتي او مع بناتي راحت خلص علي، بستنى كمان 24 ساعه لانه هم نايمين وانا صاحي. باختصار بالضبط. بالضبط معاناه القلق، انه انا ممكن حتى احيانا وانا نايمه اصحى الاقي تليفون من ابوي او من امي، تخيل ما بتتصور قديش القلق والمعاناه اللي انا بعانيها هون فعلا، لما اضل مفكره انه ليش اتصل بهذا الوقت، ممكن يكون اتصل بالغلط احيانا، ولكن هيك بضل افكر. هذا لحاله احنا حرب نفسيه بنكون عايشينها هون. ثاني شيء الحياه هون صعبه مش سهله، مش زي ما الناس مفكره. يعني هناك اللي عندنا بالدول العربيه في عندها في عندها سواق وفي عند، وانا وحده كان عندي سواق وعندي شغاله، ولكن هون كل شيء صرنا نعمله بايدينا. غير اكبر معاناه بالنسبه لي وهي تربيه الابناء، انا عندي 3 بنات، لما اربيهم هذا بحد ذاته جهاد، انا بعتبره جهاد يعني. والحمد لله الحمد لله انا زوجي يعني متفهم هاي الامور، والحمد لله دائما هو معنا وهو السند القوي والاول من بعد رب العالمين واهلي. أمين. دائما أمين. يعني دائما الله بحمد الله انه هو الله. دائما سند الي، ولكن فعلا المراه هون بتعاني الله. مش سهل الله يجزيك الخير. هون العيشه ل... يعني المراه اللي بتضل مع زوجها في هالبلد معناها هي كمان صامده جدا. جميل الله يجزيك، اشكرك جدا على التوضيح. سبحان الله، هو البرنامج نحن نبث من كندا، وجدا يعني بهمني انا وبرحب اكثر شيء بالملحوظات اللي عم تجينا من الناس اللي عايشين في كندا. لاحظوا انتبهت لشغلة، فرق التوقيت، موضوع القلق، موضوع كل إشي بنسويه بإيدينا بعد ما كنا في أشياء كثيرة في بلاد أخرى ما بنعملها. ذكرني هذا بشيء، هاي رسالة ببعثها. اللهم صل على سيدنا. كانوا معنا اتصال جديد كأنه، طيب ممتاز. طيب خليني، أنا جاءتني الأوامر بأن هناك فاصل إعلاني لابد أن نخرج منه. بعد الفاصل نتم. رسالة إلى زوجي الغالي، أنا كامرأة كأم ما الذي أحتاجه منك؟ وأشكر كل الذين اتصلوا. نحكم معكم على الهواء عبر MTV العربية الكندية اليوتيوبية، محدثكم أمجد قرشة في لايف مع الدكتور أمجد. فاصل إعلاني قصير نرجع بعده نتم معكم لأقول لكم ماذا قال لي أحد الإخوة من أمريكا حول نظرة الناس في الدول العربية تجاه الذين يعملون في شمال أمريكا، فابقوا معنا. MTV رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أحبتي في الله، قد عدنا إليكم في موضوع اللي هو زوجي الغالي، رسالة من الزوجات لأزواجهم حول الأمور اللي يعني قد يغفل عنها نفسيات عقول الرجال بشكل عام في حق النساء. تذكير تنبيه من الأخوات لأزواجهم. كنت عم نبه لما أخت الكريمة قبل شوي قالت يعني واحدة من أمور المعاناة اللي بنعاني منها اللي هو الوضع المادي والوضع المصروف الأكثر، الموضوع مش بالسهولة وبنشتغل كثير وبنتعب. ذكر لي أحد الأشخاص الله يرحمه رحمة واسعة، أنا عشت في أمريكا تقريبا سنة إلا شوي في تكساس، كنت في دالاس، ففي المسجد مرة شكى لي أحد، كنت نفس الشيء يعني بعطي دروس ومحاضرات في أحد مراكز إسلامية في دالاس، فمرة أحد الأشخاص بشكي لي بيقول لي يا دكتور عنده مشكلة، وهو كذا بالسياق بيقول لي يا دكتور من أحد البلاد العربية، بيقول لي أقربائي ظنوا أني أنا جيت لأمريكا، بمجرد ما وصلت عبارته فرقعتني من الضحك، قال لي بفكروني في أمريكا بلقى الدولارات من الشجر أو بالشارع بالكريك، بشوف دولارات هيك باخد دولارات وباخد. قال لي ما بيعرفوا أني أنا بشتغل شغل 16 17 18 ساعة ما بنام، وبشتغل سنين بحرث حراثة ما بحرث ربعها في بلادي حتى أعيش بس حياة متوسطة، ويظنونني. قال لي اخواني بيضغطوا علي، اخواتي بيضغطوا علي، قرايبي بيضغطوا علي، كل بطلب مني واذا قصرت بيعمل على الكلام بمسحوا فيي مسح. فالوضع مش بالسهوله التي يظنها الناس. على كل حال هذا تعليقا على كلام الاخت المتصله.
على ال... طيب كمان اتصال يبدو نصيب ألو. الفيسبوك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك دكتور؟ حياكم الله، اهلا وسهلا، من معنا؟ يعطيك العافيه، معك رانيا. اسف انا مو سامع صوتك اختي، معلش كمان مره. رانيا اهلا وسهلا، تفضل اخت رانيا، في مجال تعلي صوتك اذا سمحتي. هيك منيح؟ ايوه تمام، تفضل اخت رانيا من كندا. عفوا من كندا حضرتك؟ نعم من كندا، مدينه تورنتو. اهلا وسهلا فيك، تفضل اختي رسالتك. اهلا فيك، انا بس حابه اشارك بالموضوع اللي بيتعلق رساله الى الزوج العزيز. نعم. في نقطه بس حابه انبه عليها، لانه كثير عم تتداول حاليا في كل كندا عن تزايد نسبة الطلاق في كندا. نعم. وعم بيحكوا انه السيدة العربية بس توصل على كندا بتشوف شو حقوقها، وبتشوف انه صار في عندها مجال انها خلينا نقول يعني كلمة انا لا احبتها، بس انه مضطرة استعملها بناء على انها متداولة، اللي هي انها تمردت. وللأمانة انا سمعتها، انا إلي بكندا سنة ونص، سمعت هاي العبارة يمكن ألف مرة. أنا شخصيا يعني شكيت لي، بيجوا بيشوفوا حقوقهم بتمردوا بيطلقوا، أنا سامعها كثير قيلت لي، يعني قيلت لي. مضبوط. لكن يا دكتور أنا بس بدي أسألك سؤال واحد، هل تعتقد أنه السلام الداخلي في المنزل يشوبه أي شيء خارجي؟ لا، رأيي الشخصي لا. إذا كانت القاعدة والأساس متين، هل لو رحت في المريخ رح يتغير؟ لا، انا رايي الشخصي وايدك لا، لو 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 انا كانت اذا كانت مرتاحه وتشعر بالطمانينه والامان التام معاه، اذا ما كان في بلاده بهينها او بقصر معها او يعني واتيفر من هالسلوكات هاي، ما بتسرع بهالسرعه هاي للطلاق ابدا. بالضبط، هذا بس اللي انا حابه اوضحه وافهمه، بما انه في نسبه مشاهده عندكم واغلبها موجودين هون بكندا كمان، بس لحتى رساله لكل ازواج العالم انه اللي موجودين بكندا بشكل خاص، السيدة إذا كانت مرتاحة في بيتها لا حقوق ولا صديقة ولا حدا من برا يقدر يأثر عليها ويقدر يهد هذا البيت، إذا كنت أنت معمر البيت بطريقة صح مستحيل يجي أي مقاول من برا يهد. باختصار والله شوفوا يا أخوة، أي الأخت الفاضلة، أنا شوف الهدف من الحلقة الأخوات يحكوا، حكت عبارتين جوهريتين، إذا كانت مرتاحة وإذا كنت معمر البيت صح بالمعنى المجازي، مش معنى المادي، اقصد النفسي. طبعاً. اذا انا فاهمك صح، تقصدي انت من ناحيه حقوقها النفسيه والعاطفيه من حيث الاحترام. طبعاً. العين ما تكون زايغه برا، لانه هون عفوا دكتور، هون هي بيقولوا ان هي عم بتلاقي حقوقها الانسانيه، فاذا انت قبل ما تلبي طلباتها الماديه، لا انت عم بتلبي طلباتها الانسانيه كانسانه، لانه هذا اساس شرعنا. نعم. وجعل بينكم مودة ورحمة. صدقتنا. هذا الشيء موجود بالفطرة الإنسانية. جميل. وهذا اللي احنا عم نناقش فيه، انه الواحد ما يضل شو بدي احكي لك، يعني يتداول هاي الجملة انه والله هم متمردات وهم عم بخربوا بيوتهم وبتأثروا، لا يعني بدنا نصحح. اكون صريح معك يا اخت رانيا، بتعرفي انت، اكون صريح معك. نعم. بتعرفي انت عم تحكي ذكرتيني بمين؟ مين؟ ذكرتيني بصحابية رضي الله عنها، واسمها خولة بنت كذا، نسيت اسم والدها رحمه الله، الأنصارية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة، قالت يا رسول الله إني مفدة النساء إليك وليس من امرأة في مضر ولا حضر إلا ورأيها على رأيي وقولها على قولي. قالت له يا رسول الله أنا جاي وبحكي باسم جنس النساء، ما في واحدة لا في البادية في خيم البدو ولا في الحاضرة في المدينة إلا وأنا أمثلها، يعني زي نائب في البرلمان منتخبة بانتخاب مطلق. قالت له يا رسول الله إن معاشر النساء زوجاتكم، حاملات أطفالكم، مرضعات أولادكم، مربيات أطفالكم، كانسات بيوتكم، طابخات طعامكم، معنى كلامها. ذكرت له قالت وأنتم معاشر الرجال قد جعل الله لكم الجهاد في سبيل الله والجمعة والجماعات والخطوة إلى المساجد، وذكرت له كل الفضائل. قالت فما لنا مقابل ذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه بطريقة تلخيصها للمشكلة وحسن طلبها، بتعرفي إيش عمل قبل ما يجاوبها؟
يمكن مش معي على الخط الأخت رانيا. أنا آسف فكرتها معي على الخط. فتستغربي أخت رانيا إذا كانت تسمعني إن شاء الله على التلفزيون الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه بمنطقها وحسن فهمها للمشكلة ورقي أدبها في تلخيص الإشكالية ووضع النقاط على الحروف بدون جرح، نظر إلى النبي إلى الصحابة قبل ما يجيبها، يعني هي واقفة تسأله، هو دار أشاح بوجهه عنها ونظر للصحابة قال: هل رأيتم أحسن من هذه في سؤالها عن أمر دينها؟ يعني عمركم شفت واحدة أحسن من هاي بتعرف كيف تسأل؟ تخيلوا الراوي من الصحابة إيش بيقول: وكنا نعتقد أن امرأة لا تحسن ذلك. يعني عقلية الرجل تجاه المرأة من زمان، يعني أنه المرأة ما بيطلع بإيدها هذا الحكي، وكنا نعتقد أنهن لا يحسن ذلك. تخيلوا. فطبعا أكملكم كمالة الحديث. أنا طبعا هذا الجانب هو اللي انتبهت له في الأخت الكريمة. لاحظوا طبعا أقولكم خليه هوم وورك، انتوا روحوا ابحثوا اعرفوا شو كمالة الحديث. بدي هيك ارفع لكم ضغطكم شوي، يعني هيك خليكم تدخلوا على مثلا موقع الدرر السنية، على موقع الموسوعة الشاملة اسلام ويب، تكتبوا الحديث اللي سمعتوه مني مش راح اعيد لكم اياه مشان يصير في عندكم هيك فضول تروحوا تبحثوا ماذا اجابها النبي صلى الله عليه وسلم. انا مطن الشاهد عندي حسن تلخيص. شو ايش حلقة اليوم؟ انا حلقة رسالة من الزوجات الازواج. دخلت الاخت عم بتعبر عن نساء، انتو كلكم بكندا او كثير، وفعلا انا سمعتها. انا للامانة انا احد ائمة المساجد في احد مدن انتاريو، قال لي انا بالمئة يوم الاولى لعملي في مسجدي امام جاء لمسجد، استضافني المسجد اعطي محاضرات، حكالي الي منه الي، قال لي انا الي كذا هذا فترة، قال لي اذكر المئة يوم الاولى في المسجد، قال لي كنت اسجل عندي ما افعل كل يوم حتى احصر ما الذي حصل، زي الحكومات اللي يقول لك اول مئة يوم في الحكومة، قال حصرت لنفسي ماذا حصل عندي في مئة يوم، قال بالمئة يوم جاءني حوالي 70 حالة طلاق، قال معظمهن الطالبات للطلاق النساء من احدى الدول العربية تخصيصا اللي جاءوا مهاجرين جدد، قال لي كلهم جايين. قلت له شو السبب؟ قال لي أول ما تيجي هيك العبارة وصلتني، تعرف أنه في إلها حقوق، بتسمع من كذا، اسمعي اصحك تعطي واطي، اصحك ديري بالك، بتفعوا لك الدولة عن أولادك على بناتك، ارمي واخلصي منه. هذا الوصف اللي حكى لي. الآن لما تعمقت أكثر وصرت أسمع من النساء ومن العقلاء كانوا يعلقوني على هاي الحوادث، يقولوا لي لولا اصلا كان بيضربها في بلده، الكلتشر هناك بيسمح لها كل ما يعصب عجبي انا عراسها من هنا، مش قادر تفتح امها. طب شيء طبيعي انت تعترض تيجي لك كندا، انت بتضربها ايش هي كائن حيواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه بيده لم يلمس طفلا او امراه كما قالت ازواجه رضي الله عنهن. طبعا بتطلب الطلاق، يعني واحده عمالها تنضرب لها 10 سنين، اجت لمكان قالوا لها اذا زوجك بيفتح امه معاكي اتصلي تليفون، ولا راح تتصل واحدة و100 مره وليش لا؟ فالأخت هنا عبرت قالت إذا كانت زوجتك مرتاحة، انتبه ماشي، وعمرت البيت صح، وأنا علقت قلت مش بمعنى المادي، الأزواج معظمهم ما بيقصروا فطرتهم، ربنا خالقهم ينفقوا، المشكلة بالمعنى المجازي والمعنوي، عم تعطيها اهتمام، عم تشركها في حياتك، عم بتحسسها أنت لما تغيب وين بتروح، عن إيش بتحكي، إنه عالمك اللي أنت فيه شاركتها فيه، حسستها بالاحترام، ذكرتها بي 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 بنوع من الافتخار بهاي زوجتك، ولا ما هو المرأة النسوان قدامه كذا إلى آخره، بتعملها داون، تطلع لها إلى آخره. يبدو في عندنا اتصال. السلام عليكم، في اتصال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا ومرحبا. فضل القاهر. فضل القاهر من أفغانستان، أهلا ومرحبا بك أخي، حياك الله. رمضان كريم عليك. جزاك الله خيرا، يعطيك العافية. الله يعافيك ويكرمك، أهلا وسهلا بك، حياك الله. كم الساعة عندك الأخ الآن؟ والله الحين الساعة يعني الخامسة صباحا، يعني احنا صلينا صلاة الفجر. الله، إذا انت سحرتم وصليتم ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله، شوف كم ساعة بيننا. جميل، تفضل أخي مشاركتك. حياكم الله. أنا أريد، أنا طبعا آسف على المداخلة، لكني أنا أريد أن أتحدث في موضوع مهم وهو يتعلق بأنه أحيانا الأزواج الرجال عندهم نوع من يعني ما يسمى بالأنانية، لكن أحيانا ينظرون المرأة تنظر للرجل، الرجل دائما يحاول
عنده التسلط، وأن الرجل دائما يحاول أن المرأة تراقب جوال الرجل يعني زوجته. فهمني دكتور يعني. نعم يعني فكيف نعالج هذا الموضوع يعني، خاصة أنه في المجتمعات كيف نعالج؟ دقيقة، أنا أتأكد أن أنت تقول بعض الرجال عندهم أنانية وتسلط يتهمون، تقصد هكذا أم هم كذلك برأيك؟ أيوة نعم صحيح، يعني عندهم، أقصد أن الرجال دائما يحاولون، لكن أقصد المرأة تنظر للرجل بهذا النظر. فهمنا الموضوع يا دكتور يعني. طيب أنا أتأكد أني فهمتك بشكل صحيح، أنت تقول النساء يعتقدون أن الرجال متسلطون وأنانيون، كيف نحل الإشكالية في ذهن المرأة لتصحيح الصورة؟ أيوة. طيب. طيب جميل، جوابي على ما أقول، جزاك الله خير، تسمع الجواب الآن أخي الكريم. الأخ الفاضل يسأل، جزاكم الله خير، الأخ الفاضل يسأل إذا كانت، وإن كنت أتمنى هذه الاتصالات تأتي بحلقة الزوج لا بحلقة الزوجة، الآن هذه كما قلت أنا هذه حلقة خصيصة بدي الزوجات يقولوا عما برسالة إلى الأزواج، وإن كان أنا رأيي باختصار سأستخدم جزء من كلام الأخت رانيا اللي اتصلت قبل شوي، المرأة التي ترتاح والبيت تعمر صح، وأنا برأيي الرجل لما أخذ القوامة يعني إيش؟ يعني الرئاسة، يعني القيادة، يعني مسؤول، هو المسؤول الأول أن يكون هناك الراحة في البيت، المسؤول الأول مش الوحيد، هو بالتعاون. الحل أنا برأيي المرأة التي تخاف، دائما شوفوا دائما المرأة اللي بتفتح موبايل زوجها فرضا وبتتابعه وبتشعر متسلط، هو برأيي المتواضع، الآن ما عم بحكي نص قرآني، عم بحكي خبرتي في التعامل، في مشكلة أصلا بالتواصل بينهما، في مشكلة ثقة بينهما، ومطلوب من الرجل ينفتح على عالم زوجته أكثر، لازم يريحها يا أخوة. الزوجة دائما تشعر بالخطر عادة، ليش؟ لأن هي في البيت، هي العنصر الأضعف، هي العنصر المصروف عليه، هو الذي يخرج، هو الذي يأخذ قرارات، تبقى دائما بنوع من الهلع أو الخوف أو التردد أو whatever، ماشي يعني. هلا هو بيشتغل في شركة مثلا حواليه عشرات الموظفات، بتضلها خايفة فلانة تعجبه، فلانة تتحرش فيه، طب أوكي هو طيب وطيوب وحباب وبسيط الدنيا عالم، بتضلها خايفة إنه اللي حواليه مثلا فرضا بين قوركين يتحركشوا فيه. طيب اثنين، بتخاف لما يخبي عنها معلومات، يضلوا يغيب يروح يجي كذا، وين رايح عندي شغل، طب لا تطمن عليك وين، ايه ضلك تسأليني، طيب ليش خايف إنه يحكي لي، طب أنا زوجته أنا أحب الناس إله، بيصير الشيطان يلعب عندها. أنا برأيي أخي عم بحكي من خبرة جلوس سنوات طويلة بعشر بل مئات المشاكل، الإخوة الأزواج بترجاكم، أنا عم بحكي معكم، أنا مثلكم، هين أنا 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 هين أمامكم، أنا الآن أنا وزوجتي، أنا الآن أنا مثلا موبايلي الرقم السري موجود عند زوجتي، حساباتي كلها موجودة عند زوجتي، ليش أخبيها؟ هو هون النقطة. واحد بيقول لي تفتحش علينا باب مشان خلقك يا زلمة، هسه والله ما هو استنى، تفتحش علينا باب إيش بالضبط؟ طب في شيء أنا أخبيه؟ طب أنا هاي بروفايلي عند زوجتي، موبايلي مع زوجتي كذا إلى آخره، هاي كل شيء أعمل كذا، فأنا ليش أعمل التوتر؟ ببقى مش في التوتر أصلا، لما كل شيء يديروا بالكم كذا، زي ما بيطلعوا نكتة وأقول لك عملوا نكتة مرة، بقول لك واحد ماشي بالشارع متجاوز الخط، وقفت الشرطة قالوا شو فيه، قال له نسيت موبايلي في البيت والباسورد مفتوح، فالشرطي طلع على المساعد قال له اسمع هاي حالة طارئة، لأنه انخرب بيت أبو أمه إذا مرته فتحت التليفون، نكتة عملوها ولحقوا فتحوا له الطريق، الشرطة فتحوا له الطريق، ليش؟ معناته شو في موبايلك يا أبو الشباب؟ أيها على قولته شفيق يا راجل شفيق ال طب ليش؟ بتزعلوش مني يا شباب، إحنا عشر رجال بدنا قوامة، بدنا بكلمة أطلق، بدنا أعمل، بدنا أسوي، بدي أسوي اللي علي، أنا بدي أكون، أنا أعطيت الطمأنينة، أنا بدي أعطيها الأمان، أنا مش لازم يكون أموري عندي أمور سرية وخاصة وتشكيك وغياب معلومات. يا أخي أعطي التقرير اليومي لزوجتك، أنا بسميه التقرير اليومي، سميه اللي بدك إياه، ريحها، فبالتالي ما بتعمل لك هذا النكد. طبعا أنا عارف هلا في الرجال رح يزعلوا مني، لكن بدي أقول كلمة الحق يعني، والله أعلم. مش عارف إذا عندنا اتصال، في اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله أخي الكريم، من معي؟ عليكم السلام دكتور، كيف حالك؟ مع منصور من الجزائر. منصور أهلا وسهلا أخ منصور، جعلك الله منصورا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، أهلا وسهلا أخي الجزائري، تفضل. منصور من الجزائر. يا أهلا ومرحبا بك. جزاك الله
بخير من جنوب الجزائر. ما شاء الله عليك، حي الله. الله وكفى، حي الله. السلام على المصطفى وعلى الآل والأصحاب أهل الوفاء. وأما بعد، أحييكم وأحيي برنامجكم الكريم على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع، وبودي أن أشارككم هذا الموضوع، هذا الموضوع الحساس والكبير. فطاعة الزوج وحقه في الإسلام حاجة كبيرة وعظيمة، والدليل على عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي، قالت: يا رسول الله، أي الناس أعظم على المرأة؟ قال: زوجها. فهنا زوجك هو أعظم شيء. فتفسير العلماء على المرأة طاعة زوجها وبره، والبر أعلى من الطاعة كما نعلم أستاذ. والحديث الذي رواه المحصي بن محسن، كانت عمة له أتت للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففيها حاجة ففرغت من حاجتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أداة زوج أنت؟ قالت: نعم. كيف؟ أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. فقال لها: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أي سبب دخولك الجنة أو النار. فهذا الموضوع، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فيك هذه كانت مشاركتي. شكرا جزيلا أخي، شكرا أخي منصور، أهلا وسهلا، حيا الله بأهل الجزائر جميعا، الله يجزيكم الخير. سبحان الله، طبعا هذا اللي ذكره كان من أعظم الأمور، إن شاء الله نعيد ذكرها في حلقة رسالة إلى زوجة. وأشكر الأخ منصور على اتصاله، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يأجركم ويبارك فيكم. نرجع لنقطتنا اللي هي: ماذا تريد النساء من الأزواج؟ الآن مثلا على سبيل المثال، جاءتني هنا على صفحة، على عفوا على صفحة الفيسبوك لام تي في، الأخت ريم بتقول: المرأة تريد تخصيص وقت للزوجة بعيدا عن مسؤولية الأولاد، كدعوتها للعشاء أو جلسة أو هدية تشعرها بأهميتها كزوجة وليس كأم. لاحظ رسالة للأزواج. أوكي، ما شاء الله، أم الأولاد بتربيهم بتطعميهم، ممتاز. أنا كامرأة كأنثى عندك كزوجة لك، الرجاء أشعرني بأن إلي شيء متميز، لا تنظر لي فقط كأم بتخلف وبتربي، انظر لي إلى كزوجة شريكة حياة. تخصيص وقت كمثال أو اهتمام، إشعار بالاهتمام كهدية أو عشاء خاص فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت أجنادين بتقول: عقلية الرجل الشرقي، بل أقول جاهلية في دينه، بشأن حقوق المرأة في التصرف في مالها، التسلط على ما تدير بالكم في الإسلام. في عندي اتصال يبدو. السلام عليكم. طيب خير إن شاء الله، كان في اتصال. تقصد المرأة هنا في هناك جاهلية فيما يتعلق في التحكم بالمرأة من حيث حقها المالي. اعلموا يا معاشر الرجال، ترى المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الإسلام. يعني أوكي بالود والاتفاق والكذا حلو، لكن مثلا في الشيء بالشرع بيلزم المرأة، يعني زوجتك جاءتها ورثة عندها مبلغ بالبنك، قررت مبلغها الخاص بفلوسها وانت غير محتاج، وهي فلوسها، وحتى لو كنت محتاج قررت تعطي صدقة لجمعية خيرية، مش مطلوب منها تستأذنك، دير بالك. قررت أقول لك تعطي لواحد من إخوانها، قررت تساعد أبوها، قررت عفوا شو اسمه تساعد حدا من 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 قرايب أبوها، أي شيء. هلأ ما في ودا، طبعا الأصل الود يكون كل شيء واضح بيناتهم، لكن لسبب ما صدقة بدها صدقة خفية، وليش ما حكيتي لي وليش ما أعطيته، هي لها ذمة مالية مستقلة، إلا لا قدر الله الصرف اللي بيتعلق بأثر ضد علاقتكم، كأن تأتي مثلا 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 يتصل فيها رجل غريب يضحك عليها بالتليفون ويقنعها تدخل بشراكة مالية وتقرر تدخل بشراكة بفلوس، لا هذا هون لأنه صار في أمان وفي سيكوريتي وفي احتمال خداعها وغشها وإذايتها، مش بس قضية مال صار. ليش ما بتحكي لي كيف أنت بتتعاوني وبتصيري تشتغلي مع رجل غريب وأنا ما بعرف؟ لا هون معك حق 100%، لكن أنا عم بقول عندها مالها الخاص ماشي، قررت تتصدق لجمعية خيرية، مش مطلوب عبر فلتر الرجل هذا، هذا مالها الخاص، حابة تتصدق، لا رائع لو خبرتك، لكن لست ملزمة لما يكون مالها، ها دير بالك مالها الخاص. لذلك حب المرأة تشعر، هاي الحلقة خاصة المرأة تعبر عن مشاكلها ماشي، انه بدها تشعر بخصوصيتها. نرجع للمصروف اللي حكوا عنه، الزوجات اللي ما بيشتغلوا وبيكونوا في عملية البيت، هذه المرأة ليست فقط مربية لأولادك، هذه شريكة حياتك، فهم بيقول لك أشعرني بأن أنا إلي خصوصيتي، أعطيني مصروفي اللي أنا أتصرف فيه، حرة أنا.
طيب رجعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من معي؟ ام عمر. حياكم الله اختم عمر، تفضلي. الله يكرمك. كندا؟ كندا. اهلا وسهلا، يا هلا فيكم، حياكم الله. الله يكرمك. تفضلي اخت عمر. دكتور انا اليوم مسالتي بدي احكيها ما بدها تكون سلبيه، بدها تكون بالعكس شوي ايجابيه، يعني اتوقع هو اخر اتصال. بدي اوجهها لزوجي ولكل زوج برضو شرقي برضو كمان، ما بحكي لك انه يمكن يكون في سلبيات ويمكن تكون في بعض الازواج للاسف انه عم بيفرجونا الوجه اللي مو منيح. نعم. بعروبتنا وبشبابنا اللي بالعربيين يعني. طيب. بس انا بدي احكي لك انه انا بالعكس، انا اليوم بدي اوجه رساله لزوجي كامراه شرقيه. زوجي محافظ علي، زوجي صايني، زوجي بالعكس يعني ما بده، بحس انه بده يقدم لي كل شيء لعندي ولعند اولادي. جميل. بدي احكي له اني انا مقدره تعبه وجهده، وانا كثير فخوره فيه جدا جدا، وبعرف قديش هو عم يتعب كرمالنا، وشو ما حكيت بالنسبة له قليل، يعني في أشياء، في سلبيات وفي إيجابيات. نعم، جميل جميل، الله يجزيك الخير، والله شيء طيب إنك أسمع هذا الكلام، الله يجزيك الخير. ترى شوفوا الرجال كثير بنبسطوا لما يحسوا برضو بالتقدير من 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 زوجاتهم، الله يكرمك ويبارك فيك، وهذا خلق طيب، أسأل الله أن يأجرك عليه، يجزيك الخير. اتصال انقطع يبدو. أخت أم عمر سمعتني؟ فصل؟ طيب، الله يجزيك خير، أشكر الأخت أم عمر من كندا أيضاً، بتقول أنا حابة انه الناس يعرفوا انه انا احنا زوجاتنا بيتعبوا علينا، احنا ما بدنا كمان شو بيقولوا الكفة، يظن الرجال انه لا لا احنا الله يجزيكم الخير، وحلو تعديل الكفة. محافظ علي، مقدرة تعبه، مقدرة جهده، مقدرة الامور اللي عم بيعملها واللي عم بيسويها، وما في حياة ما فيها سلبيات وايجابيات. لكن ها طبعا من انا هدفي من الحلقة يا احبة انه نعمل نوع من تعديل كفة. في ناس رائعين مش محتاجين لكلامي اصلا، متجوزين وهم وزوجاتهم عبارة عن جسد واحد وماشيين مع بعض متفقين ومتفاهمين وماشي امورهم. في ناس للاسف بلاش، على العكس تماما، هذول بدهم مشاكل، مشكلتهم كبيرة. في ناس طيبون خيرون لاعتبارات اجتماعية، لانشغال، لضغوطات معينة، ما بينتبه لبعض الثغرات. انا دوري عبر مثل هذه الأمور نأتي لهذه الثغرات، إنه أنا شايف حالي عامل كل شيء، بس إجا واحد نبهني زي صحاني في خير وعم بحاول ما أقصر، لكن مش منتبه لهذا البند. بند وقت خاص لمرتي، أنا طول الوقت هنا مع بعض، أنتوا كعيلة، هي بدها إلها، أوكي ثانك يو. طيب بند خاص، مصروف خاص إلها، أوكي، بس ما أنا دائما كل فلوس بإيدها، أوكي فلوس البيت، هي كرامتها نفسها عزيزة جدا، مش راح تأخذ إلها إلا إذا أنت قلت لها، هي راح تضلها تصرف على البيت مش على حالها، بس عمرها ما خطر على بالي. أوكي مشان هيك أنا عم بحكي عم بخطر على بالك. مشكلة إنه فلوسها لما تصير إلها الخاصة، سواء جتها من أهلها أو من عملها أو من أي كذا، إلها ذمتها المالية، حابة تتصدق، حابة تزاعد، لا تكون زي الشرطي عليها تحسسها كأنها سجينة عندك. هي ليست سجينة، هي زوجة وشريكة حياة. فهاي الامور النتاتيف الصغيره ممكن ما تخطر على بال حدا يديروا بالكوها، ممكن او على الطيبين. فاحنا دورنا التنبيه لسد الثغرات. يبدو اجانا كمان اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم، من معي؟ السلام عليكم، يعطيك العافيه استاذ امجد. اهلا وسهلا، حياكم الله اختي كريم، مين معي؟ معك نرمين ام احمد من اقبل. اهلا وسهلا، حياكم الله اختي ام احمد، ما شاء الله الآن معظم اتصالات من كندا اليوم. صحيح. أهلا وسهلا، تفضل يا أخت أم أحمد. نعم. هلأ أنا اللي سمعت إنه الموضوع طبعا عن الزوج، وصراحة هاي نعمة، هاي نعمة لا تقدر بثمن صراحة. نعم. فالحمد لله، يعني بما إنه الموضوع أجا على وتر حساس بالنسبة لإلي، لأنه اللي قدمه زوجي الحمد لله، الحمد لله بيستاهل إني مش أترك أي حدا، بيستاهل إنه أبعد عن الدنيا كلها وأروح كل غربتي تكون لإله. يا سلام. مش لحدا تاني. يعني أنا لما ياخدني 15 سنة يتزوجني وأكمل عنده مرحلة التعليمية. ما شاء الله. ويكافئني وأدخل جامعة، وبعد الجامعة يكون خير داعم لإلي. ما شاء الله. ويكمل لي ماجستير وكل إشي، يعني الحمد لله الحمد لله. يعني هاي رسالة شكر راح أوجه له إياها، لأنه إلا عمله. ما شاء الله. صراحة بيستاهل شكر. ما شاء الله، الله يجزيك الخير، والله أشكرك. بيستاهل إن أنا أكون بغربتي لحالي معايا، وهو يكون معي بس لحاله.
والله ما شاء الله. هذه أنا يعني أنت صح عم تحكي نثر، لكن تكاد تحول لكلمات شعرية في روعة موقف شعور الزوجة لزوجها. الله يجزيك الخير. أشكرك يا أم أحمد، الله يكرمك ويبارك فيك. شوفوا يا أخوة يا رجال، أنا بذلت جهدي أفتح الباب للنسوان يشكوا عليكم، والنسوان عم بدخل عم بشكروك، وشو عمل أنا؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا من باب الإنصاف في حلقة ثانية راح تكون رسالة إلى زوجي الغالي أو زوجي العزيز، إنه بنكمل عم نسمعه يا أحبة. سبحان الله، بقي معي دقيقة إذا قدرت أقرأ. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا قدرت رحق لي إشي من التعليقات اللي جاءت عندي كان به، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، الأخت روى أو روعة ملحس أظن تقول الكلمة الطيبة والجبر الخاطر، اهتمام بمشاعر الزوجة، التعاون والتفاهم. هاي طبعا لأنه هو موضوع الحلقة، ماذا تريد الزوجة من زوجها؟ كلمة طيبة، جبر خواطر، اهتمام بالمشاعر. لاحظوا الكلمة، مشاعر، أحاسيس. اسأل عني أنا كإنسانة، مش البيت، مش الأولاد، أنا كإنسانة. الرجاء رسائل، أنا أهمي الآن الأزواج ينتبهوا، مالها الخاص، مصروفها، مشاعرها، أحاسيسها، إشراكها، كلمة طيبة، عدم الجرح بالكلام، إشعارها بأنها جزء مهم في حياتك. أسأل الله أن تكون قد وصلت الرسالة. أحبتي في الله، كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الدار في منطقة أوكفيل في أونتاريو الشرق كندا، محدثكم أمجد قرش الذي يسأل الله لكم التوفيق دائما. كنا معكم عبر MTV اليوتيوبية العربية الكندية في هذا اليوم من أيام رمضان، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نحن معكم على الهواء مباشرة طيلة أيام الأسبوع كلها من الاثنين إلى الجمعة، من 7 إلى 8 بتوقيت شرق كندا أو توقيت مقاطعة أونتاريو. الساعة الآن عندنا 8 بالضبط مساء، حتى يعرف من يسمعني من الدول الأخرى فرق التوقيت. نلقاكم على خير، لا تنسونا وأهلينا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.